بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبه الصف الاول الثانوي الواد معادنا اليوم في تكملة دروس مادة الكيمستري احنا خلصنا المنهج بتاعنا السيشن اللي فات او الحصة اللي فاتت والنهاردة بإذن الله هناخد ريفيجن اون يونت 3 احنا عاملين ريفيجن اون يونت 3 نبدأ بكويتشن نمبر 1 بيقول لي بلاد اند ميلك ار اكزامبل اوف يا ترى البلاد والميلك ده هل هو سوليوشن ولا سسبنشن ولا آه, كولويد طبعاً إحنا أخدنا الملك والبلاد دوت ده اكزامبل اوف كولويد إذاً عندنا ليكويد solution ده غلط سوليد solution ده غلط وأساساً مش solution هو كولويد ولا هو يبقى هو كولويد لا هو solution ولا هو سسبنشن يبقى الاجابة عندنا تكون رقم كام؟ رقم C طيب كويشن نمبر 2 بيقول all the following substances are incompletely ionized, etc. تاني all the following substances are incompletely ionized except عاوزين نعرف الاول يعني ايه كومبليتلي ايونايزد وان كومبليتلي ايونايزد احنا قلنا ان السترونج اسيد اند سترونج بيز ار كومبليتلي ايونايزد والايونيك كومباوند زي ال ان مثلا يبقى الايونيك كومباوند والبولر كوفيلنت كومباوند دي كومبليتلي ايونايزد موتر لكن الويك اسيد والويك بيز is partially ionized أو are partially ionized partially ionized أو بنسميها incompletely ionized طيب مين اللي عندي من الفور دولت يا شباب weak acid or weak base acetic acid ammonium hydroxide وعاوز خلي بالك except يعني هما كلهم incompletely except يبقى انا بدور على الcompletely ionized الاسيتيك اسيد امونيوم هيدروكسيد صوديوم هيدروكسيد ووتر طبعا احنا عارفين ان الاسيتيك اسيد ده اورجانيك اسيد وقلنا قول اورجانيك اسيد weak اسيد ويك اسيد يبقى بارشلي ايونايزد او انكومبليتلي ايونايزد اذا الاجابه الاولى ده ده مستبعد خلاص ليه لان الاسيتيك اسيد دوت بارشلي ايونايز لانه ويك ايه ويك اسيد احنا بندور على السترونج سترونج الكترولايت لكن الاسيتيك ده ويك الكترولايت يعني انكومبليتلي ايونايزد امونيوم هيدروكسيد قلنا دي ويك base. يبقى طالما هي ويك بيز يبقى ionized ايونايزد وبارشال ايونايزد صوديوم هيدروكسيد هي دي اللي كومبليتلي ايونايزد يعني بيحصل لها بشكل كامل في الووتر وبتتحول ل plus اي بلس بلس بالماينس ايونايزد يعني هي نفسها ما عادتش موجوده المولكيول نفسه ده ما عادش موجود بشكل صحيح او كامل لكن موجود على هيئه كاتايون وانايونز ان كاتيون كاتايون واو اتش انايونز لكن الووتر ده برضو بارشلي ايونايزد يبقى هو كله بارشلي ايونايزد اكسبت رقم كام رقم سي يبقى احنا الاوبشن عندنا رقم سي هو الصحيح نمبر 3 بيقول لي سبيس از ا سوليد سوليوشن او ا سوليد سوليوشن اوف سوليد ان تاني يبقى هو انا عاوز سوليوشن يكون سوليد ان سوليد اسف ده سوليد سوليوشن اوف سوليد ان سوليد انا عاوز سوليوشن السوليوت يكون سوليد والسولفنت يكون سوليد طيب النيكل كروم الوي يبقى النيكل كروم النيكل ده سوليد سوليد يبقى النيكل ده سوليد والكروم ده سوليد يبقى الاثنين سوليد ومكونين سوليوشن وبالتالي النيكل كروم الوي دي عباره عن سوليوشن والسوليوت فيه سوليد والسولفنت فيه سوليد اذا هو سوليد ان سوليد يبقى هو الاجابه الصحيحه طب تعالى نتاكد من بقيه الاوبشن اللي موجوده عندنا عندنا البلد هل البلد اساسا مش سوليوشن البلد ده كولويد يبقى البلد كولويد يبقى خلاص مستبعد لانه اساسا ما هو ما هو سوليوشن نفسالين ان اير نفسالين ان اير ده عباره عن ايه نفسالين ان اير هل نفسالين ده بيزولف ان اير لا يبقى ممكن النفسالين ده مش هيكون سوليوشن يبقى ده برضو غلط شوجر ان ايه ان ووتر ده سوليوشن لكن السليوت فيه سوليد اللي هو الشوجر ده سوليد والسولفنت عنده ووتر لكن هو شرط عليا شرطين الشرط الاولاني ان هو يكون سوليوشن والشرط الثاني ان الطيب بتاعه يكون سوليد ان سوليد لكن اللي عندي شوجر ان ووتر ده سوليد ان ووتر يبقى الاوبشن ده كمان مستبعد يبقى احنا فعلا اختيارنا الاولاني هو الصحيح او الاوبشن ايه هو الصحيح. نمبر 4 uh, بيقول لي if you have two test tube you have two test tube each one of them has 100 جرام of water يبقى أنا عندي two test تيوب each of them has 100 جرام أو contain 100 جرام of water 20 جرام of sodium hydroxide is dissolved in the first tube يبقى أنا عندي two tube الاثنين فيهم نفس amount of water يبقى أدي توب وأدي توب تاني. يعني بص كمية أو أماونت أوف ووتر وقال لي يا 100 ده 100 جرام أوف ووتر وده 100 جرام أوف ووتر طيب دي مثلا خليها تيوب 1 ودي تيوب كام ودي تيوب 2 طيب ايه اللي حصل بقى يا شباب؟ ذا سيم اماونت بيقول لي ان انا في التيوب الاولى ان ذا فيرست تيوب ان انا عملت دوزول في المين بيقول لي اف يو إيه هاف تيوب 1 اوف زيم هاز 100 جرام اوف واتر 20 جرام اوف صوديوم هيدروكسيد دوزولفد ان 1 ان ذا فيرست تيوب يبقى في اول تيوب دي يا شباب عملنا دوزولفل قد ايه ل 20 جرام من الصوديوم هيدروكسيد ال ان من الصوديوم كورايد اسف ان اس ال يبقى انا عملت دوزولفل ل 20 جرام اوف صوديوم كورايد ان 100 جرام اوف واتر في تيوب 1 ذا سيم اماونت اوف kno 3 يعني سيم اماونت يعني برضه 20 جرام من مين؟ من الـ KNO3 was dissolved in the second tube لكن after raising the temperature to 52 يعني بعد ما رفعت التمبريتشر السوليوشن دوت قدر ان هو يدوب 20 جرام من مين؟ من الـ KNO3 أو البوتاسيوم نيتريت تاني هنا عندي 20 جرام دزولفنت ان 100 وهنا عندي 20 جرام دزولفنت ان 100 بس الفرق هنا 20 جرام دزولفنت ان 100 ات روم تمبريتشر عندي مثلا 25 سليزيوس لكن هنا ال 20 جرام ما دابوش الا لما عملت ريزنج للتمبريتشر لي هاير تمبريتشر اللي هي 52 اذا نستنتج من كده ان السولوبيليتي بتاع مين الاعلى يا ترى الصوديوم كورايد ولا البوتاسيوم نيتريت اكيد الصوديوم كورايد لان 20 جرام dissolve in water at 25 لكن هنا ال 20 جرام احتاجنا ان احنا نعمل هيتنج عشان ال 20 جرام دول ديزولف ان ذا سيم اماونت اوف ووتر اللي هي 100 جرام يبقى احنا كده استنتجنا ان السلوبيلتي اوف كي ان زي او 3 ذات اوف ان اي سي ال طب تعالى نشوف هو السؤال هنا بي او بيسال عليه بيسال على النقطه اللي احنا قلنا عليها يا ترى مين اللي السولوبيليتي بتاعته اعلى احنا اتفقنا ان السولوبيليتي بتاع ال KNO3 لس اقل اقل من مين من السولوبيليتي بتاع ال NaCl طيب تعالى نشوف السولوبيليتي في NaCl از مور ذان ذات اوف KNO3 ال NaCl اعلى من ال KNO3 طب ما دي مظبوطه NaCl is higher the solubility of NaCl is higher than that of KNO3 مظبوط طيب يبقى هي دي الاجابه الصح طب نكمل بوس ان اي سي ال صوديوم كلورايد اند بوتاسيوم نيتريت بيرسبتيت لا ده هو قال لي ان انا عملت ديزولف دابهم ديزولف ده ديزولف دي يبقى دي دي منين بيرسبتيت لا ديزولف دي الاثنين دابهم دي في الايه في الووتر واحنا عارفين ان صوديوم كلورايد ده ديزولف ان ووتر والكي ان او 3 دوت اي نيتريت واي بوتاسيوم سولوبل يعني الاثنين بيدوبوا في الووتر طيب solubility of NaCl equal that of KNO3 -E. ان ده ايكوال ده solubility بتاع ال NaCl equal that of بوتاسيوم نيتريت الكلام ده برده كلام غلط يبقى ده غلط وده غلط solubility of NaCl NaCl is less than لا احنا لسه كاتبين ال NaCl higher than that of بوتاسيوم نيتريت يعني هي فعلا الاجابه الاولى هي الاجابه الصحيحه او الاوبشن نمبر كام نمبر A question 5 the molarity of solution formed by dissolving 10.6 gram of sodium carbonate in 100 ml of solution is كام molar اخلي بالي من السيمبول اللي عندي اليونت ام كابيتال يبقى دي مولاريتي او نقدر نكتبها مول بير لتر مول بير لتر او هي بالظبط هي كلمه الايه او السيمبول ام كابيتال يبقى هو عاوز الكونسنتريشن بطريقه المولاريتي طب هو مديني ايه مديني الماس بتاعه الصوديوم كربونيت ومديني الفوليوم اوف سوليوشن طيب يبقى اي بروبلم فيها مولاريتي او مولاليتي لازم في البدايه احسب المولر ماس المولر ماس لمين للسوليوت الماده اللي انا مدوبها في الوتر انا مدوب قد ايه من الصوديوم كربونيت مدوب 10.6 جرام نحسب المولر ماس الاول للصوديوم كربونيت الصوديوم كربونيت اللي هي NA2CO3 ادي صوديوم كربونات ان اي 2 co 3 ده صوديوم كربونات عاوزين نحسب المورال ماس للصوديوم كربونيت عندي 2 من ال ان اي الاتوميك ماس للصوديوم 23 يبقى 23 تايم طيب 2 بلس الكربون 12 يبقى بلس 12 بلس الاو 16 تايم 3 ايكوال 106 جرام برمول يبقى المولر ماس للصوديوم كربونيت ايكوال 106 جرام برمول طيب احنا مش عاوزين نحسب مولر ماس احنا عاوزين نحسب المولاريتي انا اديتكم رول ممكن نستخدمها على طول او نحل الاول بالستبس اللي موجوده عندنا في الكتاب نحسب النمبر اوف مول النمبر اوف مول الاول نحسب النمبر اوف مول ايكوال الماس اوف سوليوت انا مدوب قد ايه مدوب 10.6 جرام اوفر المولر ماس المولر ماس اللي انا حسبتها اللي هي 106 إيكوال 0.1 مول يبقى أنا كده حسبت الأول المولر ماس ثم حسبت الإيه النمبر أوف مول طيب الرول بتاعتي بقى المولاريتي المولاريتي إيكوال النمبر أوف مول أوف سوليوت أوفر أو ديفايدد باي ذا فوليوم أوف سوليوشن باي لتر لازم يكون الفوليوم بالليتر يبقى النمبر أوف مول إيكوال المولاريتي ايكوال النمبر اوف مول اوف سوليوت اللي انا حاسب النمبر اوف مول عندي دوت اللي هو كام 0.1 ده اللي هو النمبر اوف مول المفروض ده ايه ديفايدد ديفايدد باي ديفايدد باي كام يا شباب ديفايدد باي الفوليوم الفوليوم اللي عندي اللي هو كام 100 ملي ما تنفعش بالملي لازم احولها للليتر يبقى ديفايدد باي 1000 يعني ايكوال كام ايكوال 0.1 لتر يبقى 0.1 ده النمبر اوف مول ديفايدد باي الفوليوم اللي هو 0.1 لتر ايكوال 1 مولر يبقى الاجابه عندي ايه ايكوال 1 مولر تاني يا شباب احنا ممكن نستخدم الطريقه دي ان انا احسب المولر ماس ثم النمبر اوف مول ثم المولاريتي ايكوال النمبر اوف مول اوفر الفوليوم شرط ان الفوليوم يكون باللتر وممكن نكتب الرول اللي احنا اتفقنا هنستخدمها اللي هي المولاريتي ايكوال الماس الماس اوفر المرور ماس المرور ماس طايم الفوليوم باي لتر طيب لو حبينا نستخدم الطريقه دي هقول المولاريتي ايكوال الماس الماس اللي هي عندي كام في البروبلم اللي عندي عندي 10 بوينت كام 6 اوفر المرور ماس اللي انا حاسبها المرور ماس للصوديوم كربونيت اللي هي 106 طايم الفوليوم الفوليوم اللي هو 100 ملي بس ما ينفعش بالملي لازم يكون بالليتر يبقى احط بوينت بعد 3 نمبر كده اهوت يبقى 10 divided by 10.6 ديفايدد باي 106 تايم 0.1 واسيبها عندي هيطلع بكام ب1 مولر دي صح الطريقه دي مظبوطه ودي مظبوطه دي في 1 ستيب ودي في اكتر من ستيب انا انصحكم بايه لو السؤال دوت جاي لي مالتيبل تشويس او تشوز يبقى انا ساعتها الافضل ان ممكن استخدم الطريقه اللي هو الطريقه دي مباشره على طول ليه لانه مش محتاج مني ستيبس لكن احنا دلوقتي في اسئله خمسه في الامتحان اسئله محتاجه كتابه او اسئله مقاليه اذا لو جالي سؤال دوت كبروبلم ما فيش عندي اوبشن او ما فيش عندي تشوز الافضل ان انا امشي بالستبس كامله احسب الاول المورال ماس ثم النمبر اوف مول ثم المورالتي واكتب الرول محلش على طول لازم اكتب كده المورالتي ايكوال equal the number of mold divided by the volume. حتى لو انا غلطت حتى في الحسابات بتاعتي هاخد درجه على كتابة الرول او كتابة القانون بتاعي. طيب ناخد كوتشين تاني بيقول لي <applause> 20 جرام of sodium hydroxide are dissolved in an amount of water to get 0.25 liter of solution the concentration will be. الـ concentration will يبقى هو عمل dissolving لقد إيه؟ لـ 20 جرام من الصوديوم hydroxide و دورهم في الووتر وكون سوليوشن الفوليوم بتاعه كام 0.25 لتر من السوليوشن وعاوز الكونسنتريشن طب هو عاوزه بأي طريقه تعالى ما نشوف الاجابات اللي عندي عندي ايه عندي 0.08 مول بالليتر مول بالليتر اللي هي بالظبط اللي هي مولر او دي مولاريتي يبقى مول بالليتر دي بالمولاريتي طيب في عندي كيلو جرام بالليتر دي مش موجوده عندنا في منهجنا بس ممكن احسبها لكن دي نأجلها للآخر نشوف الأول لو طلع عندي إجابة عندي من الإجابات الموجودة دي خلاص أوكي ما طلعتش يبقى إحنا لازم نحول من اليونت بتاعتنا اللي هي مثلا المولر أحولها للكيلو جرام بالليتر لو احتاجنا الكلام ده طيب تو مولل بالإل ماشي تو مو مولر مولاريتي يبقى الاثنين دولت مولاريتي وده مولاليتي ودي طريقه ثانيه مش موجوده بس ممكن نحول من من المولاريتي مثلا للكيلو جرام بسهوله بس نشوف الاول اللي هنحس... هنفكر ازاي. طب ايه رايكم نحسب المولاريتي ونشوف. لو صدفت معانا ان ال... النتيجه بتاعتنا موجوده في الاوبشن اللي موجوده خلاص. طيب ما طلعتش يبقى نجرب الايه المولاليتي. ما ما طلعتش معانا مولاليتي. نجرب بقى ان احنا نحول بليون دي نقدر نحولها ونشوف النتيجة تطلع بكام او نستبعد الاجابات الثلاثة وتبقى الاجابة عندي هي كام يا بي طيب نبدأ نحل الاول بطريقة المولاريتي بالار الطريقة بتاعتنا هو عاوز يحسب المولاريتي ايه رأيكم نستخدم الرول او القانون الكبير دوت اللي هو المولاريتي ايكوال ايكوال الماس اوف سابستانس او الماس اوف سوليوت اوفر المولار ماس تايم الفوليوم طيب المولاريتي ايكوال الماس انا مدوب كام مدوب 20 يبقى 20 اوفر المولر ماس المولر ماس للصوديوم هيدروكسيد صوديوم هيدروكسيد اللي هو الـ NaOH المولر ماس بتاعته ايكوال كام 23 ادي 23 بلس الO 16 يبقى بلس 16 بلس الهيدروجين اللي هو 1 يعني ايكوال كام 40 يبقى ده 20 المولر ماس 20 اسف الماس دي الماس 20 اوفر المولر ماس اللي هي 40 تايم طيب الفوليوم الفوليوم اللي عندي اللي هو 0.2 كام 25 واحسبها تطلع بكام طبعا ده 1 ده 2 يبقى 1 اوفر هاف يعني هيطلع ب 2 ايه 2 مولر 2 مولر طب دي اجابه من الاجابات الموجوده ايوه موجوده اذا هي الاجابه عندنا رقم كام رقم دي طيب لو جاي لي السؤال دوت بقى اسئله مقاليه وعاوز اكتب ستيبس عشان اجمع درجات يبقى انا لازم اعمل بقى احسب الاول الايه المورر ماس المورر ماس 23 بلس 16 بلس 1 40 يبقى دي اخد عليها درجه او نص درجه ثم بعد كده نحسب النمبر اوف مول وبلاش نستخدم الرول او القانون الكبير ده نحسب بقى بالطريقه العاديه بتاعتنا النمبر اوف مول ايكوال الماس اوفر المورر ماس الماس اللي عندي اللي هي كام؟ 20 جرام اوفر المولر ماس بتاعتي اللي انا حاسبها اللي هي 40، ايكوال 0.5 او هاف مول، يبقى انا كده طلعت النمبر اوف مول، طب نحسب المولاريتي ايكوال النمبر اوف مول اللي هو 0.5 اوفر الفوليوم، الفوليوم اللي عندي يكون بالليتر، الفوليوم عندي 0.25 لتر، يعني ايكوال 2 مولر والاتنين نفس الإجابة، يبقى دي مظبوطة أو دي مظبوطة، الاتنين صح. الاحسن بالنسبه لي او الطريقه اللي انا متعود ان انا استخدمها استخدمها يعني مش لازم نفرض عليكم طريقه معينه انت الطريقه اللي متعود عليها لو بتمشي بالستبس دي تمام اوكي لو بتستخدم الرول دي مباشره تمام برضو الاثنين مظبوطين طيب كويتشن نمبر 7 ا سوليوشن اوف صوديوم كلورايد اتس كونسنتريشن 5% يبقى مديني الكونسنتريشن هنا بطريقه البرسنج so it's مولال ماس او اسف it's مولال كونسنتريشن is اه ده طيب هنا بقى عاوز احول من البرسنج او الماس برسنج للمولاليتي بالال طيب دي اول مره تعدي علينا فكره كويسه يبقى نفكر فيها كويس ونحاول نوصل للحل طبعا هي فيه رولز وقوانين جاهزه ممكن نستخدمها ان انا احول من المولال من البيرسنج او الماس بيرسنج للمولاليتي احنا مش عاوزين نستخدم رول طالما مش موجود عندنا في الكتاب بتاعنا امال نستخدم ايه نستخدم تفكيرنا نفكر كده نحلها ازاي بدون ما استخدم رول ثابت او قاعده ثابته مفروضه عليا نيجي نقول ايه يا شباب هو السوليوشن ده عباره عن ايه السوليوشن بيكون من سولفنت بلس سوليوت اي سوليوشن بيكون من تو كومبوننتس مكونين سولفنت اند سوليوت طيب يعني ايه سوليوشن الكونسنتريشن بتاعه 5 بيرسنج باي ماس معناها ان كل 100 جرام of سوليوشن تاني معناها ان كل 100 جرام of سوليوشن من السوليوشن كونتين 5 جرام of سوليوت تاني معنى إيه percentage 5% معناها h100 جرام اوف سوليوشن خلي بالك اكون محدد مش من السولفنت لا h100 جرام اوف سوليوشن كونتين 5 جرام اوف سوليوت طب لو عندي ال percentage دي 10% برسنج. يبقى h100 جرام اوف سوليوشن كونتين 10 جرام اوف سوليوت وهكذا يبقى معنى ان البيسنج دي 5 بيرسنج معناها قلنا ان اتش 100 جرام مثلا اوف سوليوشن كونتين 5 جرام اوف سوليوت طيب بلاس ايه بقى بلاس السولفنت اذا اقدر اطلع الماس بتاع السولفنت الماس بتاع السولفنت ايكوال كام 100 ماينص 5 يعني ايكوال 95 يبقى انا كده بقى عندي الماس بتاع التلاته الماس اوف سوليوشن 100 لو انا محتاج الماس اوف سوليوشن الماس of solvent 95 لو احتجت الماس of solvent الماس اوف سوليوت 5 جرام لو احتجت الماس اوف سوليوت يبقى انا كده بقى عندي الماس بتاع كل من solute والسولفنت والسوليوشن طيب هو عشان احسب المولاليتي بقى اللي هي المولال كونسنتريشن ايكوال ايه؟ ايكوال ال number of mole over ال number of mole over الماس of solvent by kilogram الماس اوف سولفنت عنده موجود بس هنحوله من جرام لكيلو جرام طيب ناقص بقى احسب ايه؟ احسب النمبر اوف مول يبقى انا محتاج احسب النمبر اوف مول النمبر اوف مول نحسبها ازاي؟ محتاجين نحسب الاول المورر ماس، المورر ماس لمين؟ للسليوت السليوت اللي هو مين؟ صوديوم كرورايد اللي هو ان اي ال الاتوميك ماس للان 23 والكرين بي 3 5 H5 يبقى المورر ماس ايكوال كام المورر ماس؟ احنا قلنا تاني احنا 100 ايكوال سولفنت بلس ايه؟ بلس 5، لا دي كتبناها مره خلاص، دي دي مش موجوده في مكانها دي نشيلها خالص. طيب يبقى هنحسب بعد كده ايه دي خلاص خلاص انا كتبناها دي مره. طيب المورال ماس للصوديوم هيدروكسايد ان اي سي ال ايكوال الاتوميك ماس للصوديوم 23 بلس الاتوميك ماس للسي ال بي 35.5 ايكوال 58.5 ده المولر ماس انا محتاج احسب النمبر اوف مول يبقى النمبر اوف مول ايكوال الماس الماس اللي هي بتاعه السوليوت اللي احنا توصلنا ليها اللي هي كام 5 اوفر المولر ماس اللي هي 58.5 ايكوال 0.0854 هي طبعا انت لما تحسبها على الكالكوليتر في ارقام تانية كتيرة انا خدت اربع ارقام هو زيادة في الحرص ممكن استخدمهم ثلاثة بس كفاية ومش لازم الاجابه بتاعتي تطلع بنفس الرقم بالظبط يعني يعني ممكن ناخد اقرب رقم للاجابه الصحيحه يبقى النمبر اوف مول ايكوال 5 اللي هي الماس اوفر المورار ماس اللي هي 58.5 ايكوال 0.0854 مول يبقى ده النمبر اوف مول طيب يبقى انا كده عندي النمبر اوف مول عشان احسب المول الكونسنتريشن محتاج النمبر اوف مول خلاص بقى عندي اوفر الماس اوف سولفنت هي الماس اوف سولفنت عندي هنا بكام ب 95 لكن ما تنفعش بالجرام لازم استخدمها بالكيلو جرام كيلو جرام يبقى ديفايدد باي 1000 او تايم 10 باور نيجاتيف كام نيجاتيف 3 يبقى نحسب كده يا شباب ان المولاليتي ايكوال ده اللي هو عبارة عن النمبر اوف مول ديفايدد باي الماس of سولفنت by كيلو جرام الماس of سولفنت 95 جرام انا عاوز بالكيلو يبقى ديفايدد باي 1000 اللي هي 0.095 جرام يبقى ده النمبر اوف مول اوفر الماس اوف سولفنت باي كيلو جرام ايكوال 0.8989 فين الاجابه دي بتاعتي في عندي اهيت 4.899 يبقى هي الإجابة دي لأن 9 دي ممكن تخلي إيه؟ تخلي الـ 8 دي كام؟ 9 تبقى دي هي الإجابة الصحيحة رقم كام؟ رقم سي يبقى دي بروبلم فكرة تانية جديدة ما خدناش زيها قبل كده يبقى نعلم عليها أو نكتبها عندنا في النوتس عشان خاطر نجمع مجموعة أكبر قدر ممكن من الأفكار اللي أنا أبقى مستعد بيها للإجزام أبقى جاهز يبقى ده ده بروبلم ازاي اقدر ان انا احول الماس بيرسنج ليه مولاليتي يبقى احل ازاي اكتب السوليوشن سولفنت بلس سوليوت واطلع الماس بتاع الثلاثه السوليوت والسولفنت والسوليوشن واتعامل بقى معاهم هي المولاليتي ايكوال ايه ايكوال الماس النمبر اوف مول اوفر الماس اوف سولفنت النمبر اوف مول اقدر احسبه Over the الماس of solvent واقدر اطلع الناتج بتاعي طب افرض ان انا بقى ده بعيد عن السؤال دوت عاوز احول من الماس بيرسنج لمين للمولاريتي للمولاريتي اسف اللي هي الام كابيتال مولاريتي بالار برضو انا عندي كل الجيب موجود عندي الماس بتاع السوليوت وعندي الماس بتاع السولفنت وعندي الماس بتاع السوليوشن هستخدم بقى ايه هنا ان المراتي ايكوال للنمبر اوف مول النمبر اوف مول اللي احنا حاسبينه برضو اهو نمبر اوف مول اللي هو بكام اللي هو 0.854 0.0854 ده النمبر اوف مول اللي احنا حاسبينه اوفر هو ايكوال اوفر الفوليوم بس الفوليوم بتاع مين اخلي بالي الفوليوم اوف سوليوشن وليس السولفنت الفوليوم اوف سوليوشن باي ايه باي لتر تقول لي طب انت كاتب يا مستر ان ده 100 جرام ما هو الووتر ال 100 جرام ب 100 مللي لان الدنس للووتر ايكوال 1 اذا ال 100 جرام يعني 100 مللي بس ما ينفعش بالملي انا عاوزه باللتر يبقى ديفايدد باي 1000 احط بوينت بعد 3 نمبر بعد 3 ارقام واشوف النتيجه تطلع عندي كام يبقى انا دي طريقه الايه المولاليتي دي مولاريتي ودي مولاليتي نفس الاستيب اكتب سوليوشن ايكوال سولفنت بلس سوليوت واعرف الثلاثه ده كام وده كام وده كام لما يبقى عندي الماس اوف سوليوت والماس بتاع السولفنت والماس اوف سوليوشن اقدر بقى اتعامل اذا كنت عاوز مولاليتي محتاج الماس عاوز النمبر اوف مول والماس اوف سولفنت لو عاوز احسب مولاليتي بالار يبقى محتاج النمبر اوف مول والفوليوم اوف سوليوشن باي لتر والفرق هيطلع بسيط يعني طيب نمبر 8 إيه؟ بيقول لي از تراي بيزك مينرال اسيد يعني انا عاوز شرطين شرط أولاً يكون مينرال اسيد والشرط الثاني يكون تراي بيزك طيب يعني ايه تراي بيزك يعني في ثلاثة هيدروجين في ثلاثة اتش طالما ده مينرال لكن لو هو اورجانيك يبقى في ثلاثة سي او او اتش طيب ده مينرال يبقى فيه كونتين 3 بروتون او 3 اتش او 3 هيدروجين اتوم كان بي ريبليز ممكن استبدلهم طيب المينرال اسيد تعالى من قال الستريك ده مينرال لا ده اورجانيك يبقى خلاص مستبعد لانه ما حققش الشرط الاولاني يعني اساسا يبقى ده غلط الكربونيك اسيد مينرال ايوه طب الهيدروكلوريك اسيد مينرال ايوه الفوسفوريك مينرال ايوه يبقوا الثلاثه دولت مينرال طب انا عاوز التراي بيزك الكربونيك اسيد h 2 co 3 اللي هو جاي منه الاناين اللي هو الكربونيت كربونيت سي 3 طب هي دايفيلنت يبقى محتاجه 2 من الاتش يبقى الكربونيك اسيد h 2 co 3 هيدروكلوريك اسيد HCl سي فوسفوريك اسيد اتش 3 po 4 طيب ده اسميه ايه اسميه دايبيزك اسيد داي بيزك اسيد او داي بروتيك اسيد طب ال اتش اسميه مونو بروتيك اسيد او مونو بيزك اسيد لكن ده اسميه تراي بيزك اسيد او تراي بروتيك اسيد هو عاوز تراي بيزك يبقى الاجابه عندي هتبقى رقم كام نمبر دي اوبشن 9 هيدروكلوريك اسيد سوليوشن ويز بي اتش ايكوال تو وات از ذا بي اتش فور سوليوشن فور ذا اف 20 جرام اوف صوديوم هيدروكسايد از ادد تو ات طبعا السؤال دوت مكار ليه؟ لان هو طبعا كاتب لي ارقام في السؤال فاول ما يجي في دماغي ان دي بروبلم ان انا محتاج احسب لكن هو ما يقصدش كده هو بيقول لي ان انا عندي اي سوليوشن او اسيدك سوليوشن اتش سي ال البي اتش بتاعته ب 2 طب لما اضيف ال ان سي ال ايا كانت كميته 20 جرام ولا 10 ولا ايا كان كميته قد ايه؟ هل البي اتش هتزيد ولا تقل ولا تفضل ثابته هو ال ان اي سي ده اخدناه ده سولت طب السولت ان اي سي ده هل هو اسيدك السلوشن بتاعه اسيدك ولا الكالاين سوليوشن ولا نيوترال ال ان اي سي عشان نحكم عليها اتفقنا بنشوف البيزك راديكال والاسيدك راديكال الكاتايون والانايون كل واحد فيهم جاي منين الصوديوم جاي من بيز ان اي او اتش ودي قلنا عليها هي سترونج ايه سترونج سترونج بيز تمام و ال والسي ال ده جاي من اسيد اتش سي ال وده سترونج سترونج ايه سترونج اسيد يبقى هنا الاسيد والبيز الاثنين سترونج محدش هيغلب التاني اذا دوت نيوترال نيوترال يعني البي اتش بتاعته بكام ب 7 اذا لما اضيفه على الاسيد اللي هو البي اتش بتاعته 2 هتفضل زي ما هي 2 ليه لانه مش هيزودها ولا ينقصها ليه لان هو كانه كان ضفت كان يعني ايه ما, ضفتش حاجه ضفت اتنين ايكوالز بوزيتيف قد نيجاتيف يبقى البي اتش هتفضل عندي بكام يا شباب بايكوال كام ايكوال 2 طيب ويتش ان 10 ويتش اوف ذا فولوينج سوليوشن سكاتر لايت احنا قلنا تندل فينومينا uh, دي عباره عن ايه دي بقدر اميز او اعمل ديفرنشيت بين سوليوشن اند كولويد وقلنا ان السوليوشن ان اللايت باص وزاوت سكاترنج يعني هيعدي زي ما هو مش هيحصل له اي تغيير لكن الكلويد او حتى السسبنشن الاثنين هيعملوا سكاترنج للايه لللايت يبقى هو كانه بيسالني ويش اوف ذا فولوينج سكاتر لايت يعني بيسالني مين فيهم الكولويد او السسبنشن طب هل الووتر ده ده ووتر ده ده بيور سولفنت سوليوشن اساسا وبيور يعني مش هيعمل سكاترنج لللايت طب صوديوم كلوريد سوليوشن ده سوليوشن طالما سوليوشن يبقى مش هيعمل سكاترنج لللايت ايثانول ده برضو عباره عن بيور سولفنت ليكويد وبيور يبقى نفس الكلام يبقى انا بدور على الكولويد او السسبنشن طيب هنا طبعا الايه الكولويد اللي عندي اللي هو الملك يبقى الملك ده هيعمل سكاترنج للايه لللايت يبقى الاجابه عندنا نمبر كام نمبر دي what happened on passing hydrogen chloride gas in benzene الهيدروجين كلوريد ده بقى عاوزين نتكلم فيه شويه هو ال HCl دوت ده جاز اللي هو هيدروجين كلوريد لو ما اجي اقول ال HCl جاز هل هو ده كوندكت electricity لا داز دازنت او دازنت كوندكت ما بيوصلش كوندكت electricity ليه بقى يا شباب لانه نوت ايونايزد ما فيش ايونز اس سي ال دوت موجود كده ايه مولكول سليم وهو بيور كده اس ال يبقى اس طالما ده جاز اي جاز اساسا doesnt conduct electricity اي جاز دا طبعا نعمه من نعم ربنا ان الجاز اي جاز الاكسجين النيتروجين ده ما يوصلش كهرباء بدليل ان احنا عايشين اهوت في الاير او في الهواء وفي عندنا مثلا كهربا بوزيتيف ونيجاتيف وما بيوصلش الاثنين ببعضيهم يبقى أي جاز طالما طيب هو جاز يبقى دازنت كوندكت الكتريستي، طيب ال HCl دوت ممكن يدوب في اتنين، ممكن يدوب في الووتر وبيدوب كمان في الإيه؟ في البنزين. طب لو دب في الووتر يبقى هو هيدوب في الاتنين ديزولف في ووتر أو ديزولف إن ووتر بيدوب كمان في الإيه؟ في البنزين. لما بيدوب في الووتر بيحصل له إيه يا شباب؟ بيتحول ل H+ بلس إللي minus يعني بيحصل له ايونيزيشن طالما اتوفرت عندي الايونز يبقى كوندكت الكتريستي يبقى السوليوشن اوف اس سي ال جاز ان ووتر كوندكت الكتريستي ليه ديو تو ذا بريزنس بسبب وجود الفري ايونز في ايونز طب الاس سي ال ديزولف ان بنزين بيدوب صايف البنزين لكن ما بيحصلوش ايونيزيشن يعني بيدخل كده في الانتر مولوكيولار في النص كده بين المولكول بتاعه البنزين وايه وبعضيها يبقى داب لكن ما بيحصلوش ايونيزيشن ما بيتحولش لايه لبوزيتيف ونيجاتيف او بلس وماينس يفضل زي ما هو اس سي ال بس دايب في البنزين طيب هو بقى هنا بياكد عليا المعلومه دي بيقول لي ان الاس الهيدروجين كلورايد جاز ان بنزين احنا اتفقنا في البنزين بيدوب لكن ما بيحصلوش ايونيزيشن طيب ايه ديزولف اند ايونايزد لا الكلام ده فين ان ووتر لكن ان بنزين دوزولف بس لكن ما بيحصلوش ايونيزيشن طيب ات الدوزولف بات دازنت ايونايز دي ايوه صح هو دوزولف ان بنزين لكن ما بيحصلوش ايونيزيشن طيب ايه ايونايز بات دازنت الكلام ده كلام غلط ات دازنت دوزولف لا هو بيدوب يبقى احنا الاجابه عندنا هتكون نمبر كام يا شباب نمبر بي يبقى الهيدروجين كورايد دوزولف ان ايه ان ان بنزين بات نوت ايونايزد ان بنزين لكن تزولف ان ووتر اند ايونايزد ان ايه؟ ان ووتر طيب question نمبر 13 بيقول لي the ion of metal M يبقى انا عندي مدي مديله سيمبل M مش فيش طبعا ميتال هو السيمبل بتاعه M ده, ده مجرد رمز كده ion of metal M combine with hydrogen phosphate group to form salt with chemical formula m h بي o 4 So the chemical formula for the chloride of that metal is يعني ايه بقى هو عاوز ايه عاوز يعرف الفالنس بتاع الام ده كام هل هو منو فيلنت ولا داي فيلنت ولا تراي فيلنت ولا تترا فيلنت طب انا هعرف منين اعرف من السيمبل اللي هو مديهولي هو بيكون صولت ام اتش بي او 4 هو الفسفوريك اساسا اسيد الفاسوريك أسيد ده عبارة عن إيه؟ عدى علينا قبل كده من شوية هو h 3 بي 4 يبقى هنا الإم ريبليس الهيدروجين كم واحدة من الهيدروجين؟ يعني الإم هنا دخلت مكان كم اتش؟ مكانين 2 عشان تكون إم ومعاها اتش يعني اتبقى أهو من الـ 3 هيدروجين موجودة أهو يبقى إم اتش بي أو4 يبقى الإم ريبليس 2 من الهيدروجين إذا الإم ده دايبيل أنت يعني الكاتايوم بتاعه ام 2 بوزيتيف يبقى تاني الام ريبليس 2 اوف هيدروجين اتوم ان فوسفوريك اسيد وبالتالي الام ده دايفيلنت خلاص كده انا عرفت ان الام ده دايفيلنت طيب يقول لي بقى الكورايد بتاعه هيكون كام هيبقى ام ادي ام سي ال الكورايد 1 والام ده 2 يبقى ام سي ال 2 يبقى الاجابه عندنا ام سي ال 2 بي طيب لو قال لي مثلا الاكسايد بتاعه يبقى ايه لا الاكسايد بتاعه يبقى ام او بس مش معنى طب ما احنا لسه قايلين M ام ال 2 الاكسايد يبقى ام او بس ليه لان الاو ده 2 والام دي 2 خلاص بيكنسل ده مع ده يبقى الاكسايد ام او يبقى هو يسالني يبقى انا اساسا من المعلومه اللي اديها لي انا عرفت البالانس بتاع الام ده عباره عن ايه واتفقنا عباره عن 2 بلس اذا اقدر اعرف اي صوت بقى يقول لي الفورمولا بتاعته ايه يقول لي الكرايد يقول لي الاكسايد يقول لي الكربونيت يقول لي النيتريت خلاص انا عرفت الام ده بكام يبقى لو قال لي اكسايد اكتب الاكسايد واشوف الاو 2 والام ده 2 اكنسل الاتنين مع بعض يبقى ام او قال لي كرايد يبقى ام سي ال 2 وهكذا يبقى الاجابه عندنا نمبر كام نمبر بي كويشن 14 بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج سوليوشن هاز ذا هايست الكتريك كوندكتيفيتي لسه معدي علينا سؤال زي كده ذا هايست الكتريك كوندكتيفيتي هي الالكتريك كوندكتيفيتي دي امتى او معتمد على ايه او مين المسؤول عن الالكتريك كوندكتيفيتي هي الفري طالما ده سوليوشن سوليوشن هي الفري ايونز يبقى السوليوشن محتاج ايه يا شباب محتاج فري ايونز لكن السوليد سوليد يعني عندي مثلا ايرن او كبر او كذا لا ده الفري اي الكترونز يبقى خلي بالي مين المسؤول عن نقل الالكتريستي في السوليد هي الالكترون لكن في السوليوشن او المولتن هي الايه هي الايونز طيب بيقول لي ان السوليوشن من دولك مين اللي الكوندكتيفيتي بتاعته اعلى يبقى كل ما كان السوليوشن اللي عندي كومبليت ايونايزد لو 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 السوليوشن اللي عندي السبستانس اللي موجوده فيه كومبليتلي ايونايزد يبقى الكوندكتيفيتي بتاعته عاليه لو هو بارشل ايونايزد يبقى اقل طيب تعال لما نشوف كده عندي دوت h 3 بي او 4 h 3 بي او 4 اتفقنا ده ويك ويك اسيد ويك اسيد يعني بارشلي ايونايزد يبقى بارشلي بارشلي ايونايزد طالما بارشلي ايونايزد يبقى الايونز مش كفايه وبالتالي يبقى الكوندكتيفيتي بتاعته قليله طيب سي 2 اتش 5 او اتش تاني سي 2 اتش 5 او اتش طب هل السوليوشن بتاع الالكحل ان ووتر ده كوندكت الكتريس لا ده نون الكترولايت ليه لانه ما بيوصلش ليه لان سي 2 اتش 5 ان ووتر ما بيحصلهاش ايونيزيشن ما فيش عندي بوزيتيف ولا في عندي نيجاتيف ما فيش عندي بلس ولا عندي اي ماينس يبقى سي 2 اتش 5 او اتش دازنت in ان وبالتالي ما فيش عندي ايونز يبقى ده نان الكترولايت يبقى ده اساسا ما بيوصلش يبقى انا لو بقارن لغايه دلوقتي مين الافضل لا ده ويك صحيح ده ويك افضل من اللي ما بيوصلش خالص او نان الكترولايت هو عاوز ايه عاوز رايز طيب نشوف حاجه تانية اس سي ال ده كومبليتلي ايونايزد ل اتش بوزيتيف بلس ال نيجاتيف ليه لانه سترونج اسيد يبقى نرجع نراجع معلومه ثانيه ان الويك اسيد الويك اسيد برشل ايونايزد الويك اسيد ويك الكترولايت السترونج اسيد كومبليتلي ايونايزد السترونج اسيد سترونج الكترولايت يبقى الويك اسيد ويك الكترولايت والسترونج اسيد سترونج الكترولايت يبقى ده افضل منهم الاثنين ليه لانه كومبليتلي ايونايزد طب ال اي او اتش ده كمان كومبليتلي ايونايزد ليه لانه برضو هيحصل له ايونايزيشن ل بلس بلس او اتش اي ماينس يبقى ده كمان سترونج بس سترونج ايه سترونج بيز الله كده بقى في منافسه يبقى احنا خلاص كان سنه ايه وكان سنه بي احنا بنقارن ما بين الاثنين دول ده سترونج الكترولايت وده سترونج الكترولايت طب ده الكونسنترشن بتاعه كام هو 0.1 وده 1 مولر لا ده اعلى ده الكونسنترشن بتاعته اعلى اذا كل ما الكونسنترشن كان اكبر كل ما الايونز الموجوده اكتر وبالتالي الكونداكتيفيتي عندي ايه تزيد ديبقى تاني الاتنين دولة strong electrolyte لكن الconcentration بتاع لسه مهدروكسايد higher than that of XSL وبالتالي الconductivity للhigher solution أو higher concentration هيكون low آه conductivity أعلى أو higher conductivity يعني احنا كده نختار نمبر كام؟ نمبر, نمبر دي depression number 15 بيقول لي ذا depression on freezing point of aluminium chloride solution is space the depression of freezing point 4 sodium chloride solution with the same concentration طيب. نرجع مع بعض معلومات عدت علينا قبل كده the freezing point 4 solution is less than that of pure solvent the freezing point the solution أقل من the pure solvent طيب عملية the depression أو uh, decrease بتاع the freezing point depends on. بيعتمد على ايه على نقطتين the concentration وهو قال الاتنين الاثنين لهم نفس الكونسنتريشن يبقى الفاكتور ده خلاص مش موجود مش مؤثر لان الاثنين لهم نفس الكونسنتريشن في فاكتور تاني ذا نمبر اوف مول اوف ايونز النمبر اوف مول اوف ايونز طب الالومنيوم كلورايد ده اللي هو اي ال سي ال 3 طيب ده سوليد ان ووتر هيحصل له ايونيزيشن ليه وكم واحدة اي ال 1 اي ال بلس 3 من السي ال ده بالبلس وده بالماينس يبقى النمبر اوف ايونز اللي جايه من 1 مول يبقى ده 1 مول كل 1 مول بيديني كام مول من الايونز مديني 4 مول ده بالنسبه لمين للالومنيوم كلورايد طب بالنسبه للصوديوم كلورايد NaCl solid in water بيحصل له كومبليت لايونايز للNA+ +Cl- بالـ. بالـ. طيب يبقى ده ال1 مول بيديني كام يا شباب بيديني 2 مول بس يبقى ده 4 مول وده ايه؟ وده 2 مول. اذا الديبريشن في حاله الاي ال سي ال 3 هي بنفس الريشيو ما بين دل ده لده، ده 4 ل 2، 4 ل 2 يعني 1 او 2 ل 1، يبقى ده دبل ده، يبقى الاي ال سي ال 3 لو عاوز اكمل ذا ديبريشن اون فريزنج بوينت فور الومنيوم كوريت سوليوشن از دبل، دبل الضعف، يبقى دبل the depression on freezing point for sodium chloride solution with the same concentration. دي طريقه بدون ما احسب بقى لان في عندنا طبعا في رول عندنا ان انا اقدر احسب الفريزنج بوينت. الفريزنج بوينت خدناها ان هي ايكوال بقى ودي هتبقى ايه اطول شويه. المولاليتي والاثنين لهم نفس الكونسنتريشن قلي. طيب النمبر اوف مول اوف ايون النمبر اوف مول اوف ايونز اوف ايونز تايم ايه يا شباب تايم نيجاتيف 1.86 واحسب للالومنيوم كورايد النمبر اوف مول اوف ايون اللي هو كام 4 تايم نيجاتيف 1.86 ونحسب الفريزنج بوينت للصوديوم كورايد اللي هو النمبر اوف مول اوف ايونز اللي هو 2 تايم نيجاتيف 1.86 وفي الاخر هتقارن ما بين الفريزنج بوينت للاثنين هتلاقي الاي ال سي ال 3 هي دبل ذات اوف ان اس ال لكن مفيش داعي ان احنا نضيع كل الوقت ده احنا دهه عباره عن 4 وده عباره عن 2 يبقى هنا الديبريشن انفريزنج بوينت للاي ال سي ال 3 دبل ذات اوف ان اي سي ال يبقى هنختار نمبر كام نمبر بي كويشن نمبر 16 بيقول لي ويش اوف ذا فولوينج ايكوال كونسنتريشن سوليوشن هاز ذا لوست فيبر بريشر طيب قبل ما نجاوب على السؤال نراجع النقطة المهمة بالنسبة لنا يا ترى الفيبر بريشر للسوليوشن هاير زان ولا ليس ذات اوف بيور سولفنت؟ قلنا إن ال ال فيبر بريشر اوف سوليوشن از لوور زان ذات اوف بيور سولفنت طيب ذا ديبريشن اون فيبر بريشر ديبندس اون بيعتمد على ايه؟ على الكونسنتريشن وعلى النمبر اوف مول اوف ايونز طب هنا قال لي ان هم ايكوال كونسنتريشن يبقى الكونسنتريشن ده فاكتور خلاص مش مقصر امال مين اللي هيأثر؟ النمبر اوف مول اوف ايون، النمبر اوف مول اوف ايون. طب الاسيتيك اسيد النمبر اوف مول اوف ايونز لما يحصل له ايونيزيشن هيديني اولا هو ويك اسيد يعني بارشل ايونايزد يعني لو حصل له ايونيزيشن هيكسر ل2 لاتش والاسيتيت للاتش بلس والاسيتيت طب ده بوتاسيوم كلورايد بوتاسيوم كي سي ال يبقى ده برضو عباره عن ايه 1 1 يعني 2 مول من الايون صوديوم صالفيت صوديوم صوديوم ده ده الاول نكتب الاسيتيك اسيد اللي هو سي اس 3 سي او سي... اتش سي... 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 هو جزء منه صحيح بيحصل له اينيزيشن بس جزء قليل حتى لو حصل الكلام ده هيبقى عباره عن كام؟ عباره برده عن 1 1 يعني 2 يبقى ده 2 تو وده 2 تو ودوت صوديوم صالفيت صوديوم ان اي صالفيت SO4 السلفيت داي فيلنت نكتب 2 بعد الصوديوم والصوديوم مونو فيلنت خلاص طيب ده لما يحصل له ايونيزيشن هيحصل له الكام يتحول لكام؟ ل 2 من الصوديوم ادي 2 من الصوديوم و1 من السلفيت يعني النمبر اوف ايون ايكوال كام؟ ايكوال 3 طيب صوديوم فوسفيت صوديوم ان ايه فوسفيت بي او 4 الفوسفيت ترايفيلنت فيلنت اكتب بعد الصوديوم 3 الصوديوم مونو فيلنت خلاص طيب يبقى ده لما يحصل له اينازيشن هيتحول عندي ل 3 من الكاتايون او 3 من ال ان بلس مع 1 من البي او 4 اللي هي بالايه؟ بالماينس يبقى 3 بلس 1 يعني كام؟ يبقى 4 يبقى از ذا نمبر اوف مول اوف ايونز انكريز از ذا فيبر بريشر ديكريز يبقى Which اوف ذا following ايكوال از ذا لوست اقل يبقى اقل فيبر بريشر ذا سوليوشن وذ ذا هايست نمبر اوف مول اوف ايونز مين بقى الهايست نمبر اوف مول اوف ايونز زي ما احنا شايفين اللي هو صوديوم فوسفيت يبقى الاوبشن عندنا نمبر كام؟ نمبر دي 17 بيقول لي كالكوليت ذا فوليوم اوف ووتر ريكوايرد تو اد تو 2 لتر اوف 0.2 مولر صوديوم هيدروكسيد سوليوشن تو بيكام 0.5 البروبلم دي على ايه؟ على عمليه الداليوشن وقلنا ليها رول بنكتبها ان الام تايم الفي بي او بي فور ماشي بي 4 before A before dilution إيكوال الـ m الفي طيب, الـ v after dilution، طيب الـ m المولاتي before dilution كانت كام؟ كانت 0.2. تايم الـ volume كان كام؟ كان 2 إيكوال المولاريتي أفتر عاوزها بكام؟ بـ 0.05 الـ volume after v معرفوش يبقى الـ v إيكوال 0.2 تايم 2, time 2 over 0.05. 0 ايه ونحسبها نشوف هتطلع بكام؟ هتطلع تقريبا ب8 نتأكد برضو إن إحنا نحسبها بنقول إيه؟ إن هي إيكوال كام؟ 0.2 تايم 2 ديفايدد باي 0.05 إيكوال إيكوال 8 يبقى فوليوم 8 ايه. طب اليونت بالملي ولا بالليتر على حسب الفوليوم هنا، الفوليوم هنا كانت 2 لتر يبقى الفوليوم هنا 8 لتر. هتلاقي الـ 8 دي موجودة في طالب يستعجل أول ما يلاقي الكالكوليتور عنده طلعت 8 وفي الإجابات 8 يقوم على طول لا ده الفوليوم الجديد أمال هو عاوز الفوليوم أوف ووتر أضيف قد إيه من الووتر يبقى تاني أنا كان عندي مثلا 2 لتر يبقى أنا كان عندي 2 لتر الكونسنتريشن بتاعه كان كام؟ كان 0.2 بعد ما ضفت الووتر بقى كام؟ بقى 8 طب يبقى انا ضفت قد ايه ووتر؟ يبقى انا ضفت 8 ماينس كام؟ ماينس 2 يعني الفوليوم اوف ووتر ايكوال 8 ماينس 2 يعني ايكوال كام؟ ايكوال 6 لتر اللي هو الاوبشن نمبر كام؟ نمبر دي. نمبر 18 بيقول لي which of the following وذ with the same concentration has lowest pH اقل pH. طيب نشوف الامونيوم كلورايد امونيوم NH4 كلورايد CL طب حد يقول لي الأمونيوم اللي هو البيزك راديكال والأسيدك راديكال، الأمونيوم جاي من الـ NH4OH والسي ال من الأسيد اللي هو الـ HCL، دي NH4CL اتفقنا إن إحنا نعرف دي إن دي إيه؟ دي ويك، ويك إيه؟ ويك بيز، والـ وي HCL ده سترونج، سترونج إيه؟ سترونج أسيد، يبقى 4 إيه؟ ده, ده أسيدك. اسيدك يعني البي اتش بتاعته للزان كام يبقى البي اتش للزان كام 7 اقل من 7 طيب الصوديوم اسيتيت صوديوم اسيتيت اللي هو سي اتش 3 سي او او ان اي بيكون من جاي من الاسيتيك اسيد والصوديوم هيدروكسيد ان اي او اتش طيب ال ان او اتش دي سترونج سترونج بيز سترونج بيز والسي اس 3 سي او اتش ده ويك ايه ويك اسيد لانه اورجانيك ويك اسيد يبقى ده يبقى بيزك بيزك يعني البي اتش بتاعته هتكون ايه البي اتش بتاعته زي كام 7 طيب امونيوم اسيتيت لا عدت علينا قبل كده الامونيوم ده ويك ويك ايه ويك بيز اهو ال ان اتش 4 او اتش والاسيتيت جامد الاسيتيك اسيد ده ويك كمان اسيد يبقى ده ايه ده ويك اسيد يبقى ده نيوترال طالما الاثنين ايه؟ الاثنين ويك. طيب صوديوم كلورايد الصوديوم جاي من الـ ان اي دي سترونج بيز والكلورايد جاي من الاس سي ده سترونج اسيد ده سترونج وده سترونج يبقى برضو ايه نيوترال نيوترال يعني ايه يعني البي اتش ايكوال كام 7 يبقى ده 7 وده نيوترال برضو البي اتش بتاعته بكام ب 7 واللي فوق ده اسيدك يعني اقل من 7 وده بيزك يعني مور ذان 7 وده بيزك مور ذان 7 يبقى اقل بي اتش في دول في مين في الاسيدك اهو لان اتفقنا كل ما كانت البي اتش اقل يبقى ده اسيديك وكل ما كانت البي اتش اعلى يبقى بيزك يبقى الأسيدك سوليوشن احنا اتفقنا في عندنا 7 وفي عندنا مور ذان 7 وفي عندنا ليس ذان 7 الاقل من 7 ده يبقى اسيديك يبقى هو اقل بي اتش يبقى الاوبشن عندنا نمبر كام نتمنى ان احنا نكون غطينا تقريبا معظم أجزاء شابتر 3 اشكركم ونكمل بإذن الله الأسبوع الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته